السلام عليكم يا اخوان اخوات، كل شيء بخير، كل شيء مزيان، نتمنى كل شيء يكون بخير ان شاء الله. نتمنى الاخوان كل شيء يكون بخير وعلى خير. اخر فيديو درنا في اليوتيوب بعد الشيت هذا اللي كيخدم بالباي بال هو اللي درنا عليه الفيديو اليوم. ما شاء الله غادي نشرحو مع والله ما عرفتش باش غادي نبدي مش غادي نشرحو ولا غادي نقول لكم ولا حتى دابا مازال ما عرفتش. المهم نتمنى تابوناو معنا في لاشين وتكليكو على الجرس و ديروا لنا لايكات في الفيديو. اول حاجه اليوم غادي نقول لكم انا وقع لي واحد النصب مع هذا الموقع هذا كما كتشوفوا. هذا الموقع هذا بالنسبه للاخوان اللي كيديروا الترايدين في ترايدينغ في بينانس ولا في بيتريكس ولا غادي يعرفوا هذا الموقع هذا بوت كتاكتيفي تما الكونت ديالك كتاكتيفي كيبقى هو يتحكم لك في الكونت ديالك كيبيع لك ويشريك. المهم بالنسبه للاخوان راه عارفين لي بوت كيدير الخدمه ديالهم. انا كنت اكتيفيت الكونت ديالي في البوت ولكن ما اكتيفيتش لي دراو حتى تلقى الكونت ديالي خداو منه كلشي كاع اللي عندي كلشي خداوه خلوني غير كنشوف. غادي نديرو الودرو كما كتشوفو خرجو 0.17 بي تي سي. هادي خداوها وخداو 153 حتى هادي خداو هادي خداوهم ليا. هادو بجوج تقريبا ان بي تي سي اللي مشى 153 تقريبا واحد شي 0.8 بي تي سي. غادي ندخلو باش تعرفو تقريبا 153 نيو. غادي نشوف العملة نتاع النيو بالنسبة انا كندير لكم هاد الفيديو هادو هاد الفيديو باش بنادم يحضر راسو ميبقاش يتعامل مع هاد لي بوت هادو. حقاش تقريبا غير نص صوبة دابا دايره تقريبا شي 0.6 بي تي سي 0.6 بي تي سي راها غنقول لكم شحال راها 0.6 بي تي سي تقريبا 4000 ونزيدو هاديك 7 تقريبا نضرب انت نديرو سبعة هادي 7 هادي 8 نديرو 87 تقريبا اللي مشات لينا 6700 دولار الاخوان اللي مشات 6700 دولار اللي مشات لينا من الكونت ديالنا. تواصلت مع بينونس كما غادي نوريكم بالجيميل ديالي غادي نوريكم لي ميساج شحال تواصلت معهم. كما كتشوفو هنايا شحال وانا كنتواصل معاهم هاد هو لي ميساج انايا هدا تاع كونفيرماسيون هاهما لي ميساج هنايا شفت لهم لي ميساج قلت لهم ودي كيفاش يوقع لي انا السحب في منصات بينانس بلا كونفيرماسيون بلا كونفيرماسيون تاع جيميل بلا دي اف او. قالوا لي ودي ماشي حنا اللي عندنا لافوت من عندك انت اللي فيك لافوت راه شي واحد دخل لك الكونت ديالك وبقيت عامل وبقيت يدير الشحوبات. كان الكونت ديالي تبلوكا نتاع بينانس كان تبلوكا راني حليته حتى اليوم كما كتشوفوا علاش درت اليوم الفيديو ها هو تحل حتى اليوم عاد تاكتيفا ما شفتو لي ميساج اكتيفاتو عاد شفت لهم لي كارت وكدا ساعه من دخلت لقيت كلشي مشى كلشي مشى
انا دابا كنصح الاخوان ما يتعاملوش مع هاد البوت، اصلا كما كتشوف هاد الموقع هذا، بنادم يدير عليه الكروه وما يتعاملش بالبوت، يخدم الراس اخويا بيع وشري الراس. تقريبا انا كان عندي راس المال تقريبا ان بي تي سي، شوف شحال باقي لي دابا. انا والله الا راني مصدوم، صدمت واحد الصدمة كبيرة، مش شفت المنصة ديالي مبقى فيها حتى حاجة. تقريبا كنت ناكل الصرف ديالي وكل شيء من هاد المنصة هادي، كنخدم فيها مزيان، خدام فيها الحمد لله، خدامين معايا اخوان. ومن شفت هاد الشيء بقى مبقيتش كندير الثقة في شي حاجة، مبقيت ندير لا في لي بوت ولا في شي حاجة. صافي بنادم يا يخدم راسو ويأمن راسو، كيما غادي نقول لكم اخو الخوت، أمن راسكم، ديروا الدي اف ا، ديروا لي ميساج، ديروا كلش. حتى لو وقع شي حاجة راه السيبور نتاع بينوس كيجاوب، اللي انا من الاحسن لي ديروا كاع جميع الاحتياطات ديالكم باش ما يوقع لكم شي نصب ولا يوقع لكم شي احتيال شي حاجة. وما تعطيوش شي واحد كيحل لكم لي كونت ديالكم، هذه نصيحة من عندي. ما تعطي حتى لواحد يحل لك، كتحل الكونت ديالك راسك، ما تعطي حتى لواحد يحل لك الكونت ديالك، حقاش هذيك كيكون فيها مشكل. خدم راسك والحمد لله. اليوم بالنسبة للإخوان اللي ما كيعرفوش يخدموا ولا ما كيعرفوش يديروا التحليل الفني نتاع الاخر، اليوم كاين توصيات. انا كنفضل تخدم في التوصيات وما تخدمش لي بوت بحال هادو. هاد لي بوت هادو نصابو، هضرت معاهم قالوا لي ماشي حنايا، حنا ما نقدروش نديرو لك السحب، وليت قلت لهم ما كاين. انا شحال وانا خدام في هاد الميدان ما عمر وقع لي شي حاجه. تخدم تقريبا دخلت معاكم تقريبا هنا واحد ساعة وتوقع لي هذا الشيء، قالوا لي اعطينا دليل، قالوا لي اعطينا دليل على هذا الاخر. شوف واش هذا هو الميساج. قال ومشكلة الدليل، ما تقدرش تعطيهم دليل حقاش راكم عارفين بالنسبة للاخوان اللي كيخدموا في هذا الميدان بالنسبة للبلوكشين، ما تقدر تعرف حتى شكون من اي بلاصة مشى لك هاد الفلوس. بالنسبة غادي نحط واحد المحفظة تاع البي تي سي ديالي، نتمنى بالنسبة للإخوان اللي بغا يدعموني باش ما كان، غادي نبدي نحط محفظة البي تي سي ديالي لتحت، اللي بغا يدعم 1 دولار اللي كان، باش إن شاء الله باش غادي نولي نخدمو ندير لي فيديو جداد. وغادي ان شاء الله غادي نشرحو، غادي نوليو نشرحو. دابا مبقى لي ميد تاع الخدمه اللي كنت كنخدمها واللي كانت تسد الوقت بزاف، تقريبا هذه هي. كنت كنخدم بزاف تريدينغ، يعني كندير تحليل العملات، و حتى دابا حيت كنت نصب عليا، واخا ما عمر انا نصب عليا شي حد، هذه اول مره تصرى لي انا هذا المشكل هذا، جامي صرى لي. ولكن اذا كانت مكتبه ما عندنا ما نديرو، هذه هي الدنيا باللي مكتبه علينا يتنصب علينا. كما قلت لكم انا اخويا نخلي محفظه نتاع البي تي سي ديالي الايثيريوم تحت الفيديو، انت اللي بغى يدعمني كنشكرو بزاف. وان شاء الله من هنا وهكا غادي نديرو الفيديو نتاع شركات الربح و نتاع العملات اللي كي جراتويت اي دروب، هادو غادي نبدا نشرحو. غادي نشرحو هي لي جراتويت، انا راكم غادي تشوفو، غادي نبدا من جديد ان شاء الله، غادي نبدا نجمعو بشويه. ونتمنوا الخير ليا ولجميع الاخوان، و حتى دابا كنشكركم وكنقول لكم الله يعاونكم. ونتمنوا تابوناو معنا في لاشين ديالنا، ديروا ابوني و ضغطوا على لايك، ولكن اي تفسير ولا شي حاجه مرحبا، خلي لي سؤال تحت الفيديو ان شاء الله غادي نجاوبكم، ولا هضروا معايا في فيسبوك راه غادي نجاوبكم. كنشكركم على الاخوان وكنقول لكم حتى دابا الله يهنيكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.